أنا زبيرة ملاكي، أصلي من منطقة الرديف ولاية كبسة. عملت معارض بانتر، وبعد مشيت لتونس حبيت نتعلم صنعة اللي هي الأرابيسك والنقيشة والتخشيش. حبيت نعمل بروجي على النخيل بصفة عامة، ما يخص النخل الكل، من الخشب النخيل للليف للكرناف. ما تقبلوش زادة فكرة انه هي بنية تخدم نجار، هذه اول مرة جتني صعيبة، والعباد باقي بقيت باهتة كيفاش انا نخدم على الماكينات، كيفاش نخرج في قطايع، كيفاش هذه الصعوبة لقيتها اول مرة، كيفاش حتى كي نبدا نتحرك نحشم شوي. ربي جيفيو حب يعاوني بالماكينات وكل اللي ناقصتني، وكل كلام هذاك هو كملوا هما عاونوني بالماشين اللي حشتي بها، وبدات نتمكن اكثر في الصنعه واللي برودوي. اهالي البلاد بعد ما يعني بشوي بشوي هما ولوا هما شجعوني، هما يولي يقولوا لي مثلا نحبوا تخدمي لنا صاليط، نحبوا تدهني لنا، تعملي لنا ديكوراسيون لي في فيي لانتيكا، نحبوا هما من بعد ولوا شجعوني ونخدم. يعني اكثر شيء نخدم ما بين المنتوج، نخدم ما بين الرديف وتمغز. هذه ننصح انه اي شخص يستغل فورماسيون، مش ياخذ فلوس وكهو، يستغل فورماسيون، فورماسيون يتعلم، خاطر الفلوس توفى. مشروع ان شاء الله بعد 5 سنوات انه باش يولي ما عندي معمل ان شاء الله وقاعة عرض، ونتمنى اني نوصل اني نقعد في فرنسا.